كسب تونس للرهان الاقتصادي، تحدي تعيشوا لسنين وفات به سنة 2021. كيفاش باش تكون وضعية الاقتصاد التونسي في سنة 2022؟ ممكن ياسر نعيشوا نفس الصعوبات، لكن مش صعيب على التونسيين والتونسيات إيجاد الحلول لقطاعات ومجالات حيوية من بينها الفلاحة، السياحة، الاقتصاد البديل والطاقات المتجددة وغيرهم. لكن الأهم نعطيه الفرصة للشباب، لستارتابر وباعثي المؤسسات، هذوما الكل وغيرهم باش يكونوا محاور اهتمام برنامجنا في الاقتصاد قريبا على قناة حنا بعد.